ألمانيا أول محطة في قراءتنا اليومية لعناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية، حيث نقلت صحيفة زودوتش سايتونغ إعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال افتتاح اجتماع مع نظرائها في مجموعة السبع بشمال البلاد أنه يتعين حماية الدول الأكثر حرمانا من تداعيات الحرب في أوكرانيا. وفي سويسرا أوردت يومية لوتو اتهامات وجهتها الولايات المتحدة لموسكو بقيامها بنقل 4000 من الأوكرانيين قسرا إلى روسيا منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، حيث تقدر كييف تعداد هذه الساكنة ب 1.2 مليون شخص. صحيفة دي اندبندنت البريطانية سلطت الضوء من جهتها على تهديد حكومة البلاد بالتحرك من جانب واحد في غياب ما أسمته مرونة من قبل الاتحاد الأوروبي لتخفيف الترتيبات الجمركية لما بعد البريكسيت في إيرلندا الشمالية التي تشهد شللا سياسيا في موقف اعتبرته المفوضية غير مقبول. ونقرأه على صحيفة لوفيغاغوا الفرنسية أن علماء الفلك كشفوا عن صورة التقطت للمرة الأولى لثقب أسود عملاق يتمركز في وسط مجرتنا درب التبانة، مشيرين إلى أن حجم الثقب الأسود المسمى ساجيتاريوس إيستار يبلغ 4 ملايين ضعف حجم الشمس.